أبرم بنك الإسكان اتفاقية شراكة مع كل من بنك البحرين الوطني وبنك البحرين الإسلامي ومجموعة بنك بوبيان الكويتي، تقضي بتوفير تمويل مشترك بقيمة 250 مليون دينار بحريني يتم تخصيصه لدعم وتنمية البرامج والخيارات الإسكانية التي تخدم المواطنين للحصول على السكن الملائم. هذا وقد قام بتوقيع الاتفاقية كل من سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، وسعادة السيدة هالة يتيم رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، وسعادة السيد زيد خالد عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي، وسعادة السيد عادل الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان الكويتي. وبهذه المناسبة أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن توقيع اتفاقية التمويل المشترك بقيمة 250 مليون دينار يأتي في إطار الشراكة الفاعلة والمستمرة مع القطاع الخاص لدعم جهود توفير الخيارات والحلول الإسكانية المرنة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، وفي مقدمتها برنامج التمويلات الإسكانية، مثمنة التعاون الكبير من قبل البنوك المشاركة من خلال تقديمهم للمرونة والتسهيلات اللازمة لإتمام اتفاقية التمويل المشترك. طبعا الاتفاقية عبارة عن مشاركة بين بنك البحرين الوطني وبنك بوبيان وبنك البحرين الإسلامي أيضا بمبلغ تمويل وقدره 250 مليون، تنقسم إلى جزئين، 150 مليون دينار بالدينار البحريني و100 مليون دينار بالدولار دفعها بنك بوبيان أو موالها بنك بوبيان. طبعا هذه التمويل رايح يستخدمه بنك الإسكان لخدمة الملف الإسكاني ولخدمة تطوير المشاريع الإسكانية في مملكة البحرين.